لا هلا اغلب الفنانين مثلا هنن بيغنوا وعندهم كليبات وعندهم اغاني كتيرة، بس دائما بيحسوا انه في غنية كتير غريبة عليهم وبيطبق على شخصيتهم، او هنن بيحسوها انه لازم دائما يغنوها. فشو هي غنيتك اللي انت بتحبيها كتير وبتحسيها انه لازم دائما بتقوليها؟ الأغنية اللي أحسها دائما والعالم تحبها يعني ايه بصوتي هو موال. طبعا أوجه له تحية، فنان كاظم مدلل، موال إله أي، فغنيته يعني أخذ مساحة بصوتي حلوة، يعني ايوه العالم حبته كلش. ايه فهو الموال بيات، يلا ايه نسويه، ايه يلا يلا بيات الدو تحياتنا للفنان كرام كاظم دلل. مدلل، يلا نغنيها كمان. عفتني عفتني بغربتي وبهمي غرقان، أنا بعاستك يا من عفتني عفتنا تلاوى ويا الدنيا وحدي يا فلان، بروحاني شريتك يا اللي بعتني، يما يما يا يما يا يما يا يا حبيبه يا يما، يما هل الهلال وباكر العيد دقعد يا يما وقصنا الجديد، يما ترى يا الثوب المشقق ما يفيد، يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد لا توقف على الباب، اجانا العيد واهل العيد غياب، اف يمه يمه يا يمه يا يمه يا 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 حبيبه يا